بيكم في حلقة جديدة مع مجدي خليل هل يؤسس محمد بن سلمان للدولة السعودية الرابعة؟ هل, هل أعلن ابن سلمان عن نهاية الارتباط بين الإمام والشيخ أي بين الحاكم السعودي والوهابية؟ هل ما قاله هو إعلان نهاية الخلافة الوهابية؟ وهل سيستطيع التخلص من أثار الوهابية العميقة والواسعة؟ أم أنها أن التنفيذ هو غاية الصعوبة؟ هل سيتقدم ضحايا الوهابيه في الغرب والشرق بقضايا تعويضات ضد السعوديه في المستقبل؟ وهل تنتقل السعوديه من عقليه الريع النفطيه الى حقبه الانتاج؟ والاهم من كل ذلك ما هو تفسيرنا لما يجري في السعوديه؟ ايه هو التفسير؟ ايه اللي بيحصل في السعوديه؟ وليه؟ ايه اللي بيحصل في السعوديه وليه؟ كل هذا هنناقشه في هذه الحلقة عن التطورات التي تجري في السعودية والتي لخصها محمد ابن سليمان في لقاء تلفزيوني مطول يوم 27 أبريل 2021 قبل كده أنا ليا ملاحظة لأن كتير من السعوديين يعني مش عاوزينك تبقى هجوم على السعودية لا أنا ليس لدي مشكلة لا مع السعودية ولا مع السعودية أتمنى لهم كل الخير كل مشكلتي مع السعوديه سابقا كانت ان هي الراعي الاول للتطرف الاسلامي عالميا. واذا كانت هناك خطوات جاده لمحاربه هذا التطرف الاسلامي فبالتاكيد هي خطوه مرحب بها بالتاكيد سعداء بكل التطورات صغيره او كبيره في السعوديه طالما انها تطورات ايجابيه من ناحيه التطرف الديني. وتطورات ايجابيه فيما يتعلق بالتنميه الاقتصاديه في السعوديه هذا هذا يسعدنا ويعني مش المسائل مش بتتاخذ بهذا الشكل يعني الناس متصورين ان احنا قاعدين منتظرين نتكلم عن السعوديه بطريقه سلبيه ده حتى قبل كده يعني انا شايف ان محمد بن سليمان آه عامل حاجات كويسه يعني انا شفته كشخص كمان اول مره اشوف واحد متحدث لبق في الاسره السعوديه من اللي حكموا السعوديه في من في اللي شفناهم في الخمسين سنه الاخيره ما شفناش حد آه زي محمد بن سليمان بيتكلم بلباقه وحاضر الذهن ومتدفق آه ثانيا ان هو بيخاطب جيل من الشباب وهذا الجيل هو الجيل اللي سعيد بمحمد بن سلمان جيل كبير من الشباب السعودي بمحمد بن سلمان كمان محمد بن سلمان بيتطلع للمستقبل بكل حديثه عن المستقبل وعاوز يطلع السعوديه من مرحله الـ الانغلاق ومرحله التطرف الديني الى مرحله المستقبل وما يقدرش يطلع السعوديه الى المستقبل رؤيه مستقبليه الا ان الا انه يسيطر على الانغلاق ويسيطر على التطرف الديني عشان كده بيختار مستشاري ومساعدين من الناس المنفتحين ذهنيا المنفتحين على العالم اللي لهم رؤيه مستقبليه وكمان محمد بن سليمان في في لقاءاته فيما يتعلق بالاصلاح الديني كان عنده وجهه نظر شجاعه ومقدامه فهذه امور نحن يعني ساعدنا بها عكس الناس ما تتصور بالعكس احنا سعداء باي تغيير سواء صغير او كبير صغير او كبير صحيح رحله التغيير في السعوديه طويله جدا ولكن طالما هناك خطوات ايجابيه لابد ان نرحب بها لكن قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع كمان عن ال... عن حديث محمد بن سليمان وتفاصيله لازم نتكلم حاجتين عن تاريخ السعوديه بسرعه شديده جدا وعن تاريخ الخلافه الوهابيه ما اسميها الخلافه الوهابيه. بالنسبه لتاريخ السعوديه الحديث بسرعه، السعوديه سنه 1744 يعني من 277 سنه حصل اتفاق تاريخي بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب اللي هي ثنائية الإمام والشيخ الإمام اللي هو الملك هو الإمام والشيخ هو المنظر الأيديولوجي للمملكة وتأسست الدولة السعودية الأولى بناء على هذا الاتفاق بناء على الربط بين الدين والدولة الحكم والأيديولوجية الأيديولوجية الوهابية هذه هي الصمغ اللي بيربط الدولة هي الايديولوجية الوهابية. 1818 سقطت الدولة السعودية الأولى، إبراهيم باشا محمد علي باشا أسقطها بناء على طلب من الخلافة العثمانية في إسطنبول. وتم إرسال الشيخ والحاكم، ما كانش اسمه ملك، الحاكم والشيخ تم إرسالهم إلى إسطنبول وتم السخرية منهم ثم قتلهم في إسطنبول وإبراهيم باشا قطع أذن أربعة آلاف وهابي عشان يزلهم إبراهيم باشا ابن محمد علي اللي كان يقود الحملة وبالمناسبة دي في نقطة تاني إبراهيم باشا خد معاه شيوخ الأزهر عشان يكفروا الوهابين لأن الوهابين كانوا بيكفروا المسلمين اللي مختلفين معاهم فهو خد شيوخ الأزهر علشان يكفر الوهابيين ده الكلام ده في نوفمبر 1818 ودي بدات اول السعوديه حطت عينها على الازهر هذا الازهر اللي جايين يكفرونا لازم احنا نسيطر عليه وهو ما حدث بعد ذلك 1823 مباشره تم تم تاسيس الدوله السعوديه الثانيه ولكنها سقطت سقطت ايه سقطت 1865 بصراع بين ابناء ال سعود يعني سقطت من داخلها الدولة السعودية الثانية سقطت من داخلها ودائما آل سعود في صراع داخلي والحد صراع على الحكم ده طول حكمهم حاول المؤسس الثالث انه يرتب الحكم بطريقة ما بحيث تبقى من الابن الاكبر علشان ما يتخانقوش مع بعضهم لكن مؤخرا برضو رجع ان تشال حاول عبد الله الملك عبد الله يحط نظام تاسيس عائلي للحكم برضو تم تجاوز هذا الموضوع نتذكر ان الدوله السعوديه الثانيه سقطت نتيجه الخلاف بين ال سعود نتذكر ان دائما هناك خلافات بين ال سعود نيجي للدوله السعوديه الثالثه بالمناسبه لما التقى 1744 الامام والشيخ حصل مصاهره بينهم وده دايما الايديولوجيه مع الدين مع الدوله مع الزواج المصاهره كمان 1932 تأسست الدولة السعودية الثالثة أسسها عبد العزيز آل سعود اللي هو الحفيد الخامس لابن سعود لابن سعود الكبير الحفيد الخامس وكان معاه برضه عبد اللطيف آل الشيخ الحفيد الخامس لابن آل الشيخ وبرضه تزوج عبد العزيز آل سعود اللي أسسها سنة 1932 اللي هو الملك المؤسس دي للدولة الثالثة دي تزوج بنت ايش قال الشيخ ايش بنت الشيخ تزوجوا برضه مره تانية ونتج عنهم مين نتج عنهم الملك فيصل الزواج ده نتج عنه الملك فيصل والملك فيصل عشان اتربى في وسط الوهابيين وجد وهابي هو من اسس الخلافه الوهابيه بعد ذلك فبالتالي دي تاريخ سريع للثلاث دول الوه... الدوله الدوله السعوديه الاولى والثانيه والثالثه الثالثه اللي قلنا تر... ما لسه ما مرش عليها 100 سنه 1932، طب ايه هي عناصر الايديولوجيه الوهابيه؟ اتاسست الوهابيه على حكم آل سعود وايديولوجيه الوهابيين. ايه ايه هي أيديولوجية الوهابيين؟ هما ما كانوش بيسموا ما وهابيين على محمد بن عبد الوهاب، لا، هما كانوا بيسموا نفسهم سلفيين، لكن الغرب هو اللي سمى دول وهابيين وسمى دي آه وهابيزم الوهبنه او الوهابيه. نتيجه افكار محمد بن عبد الوهاب، ايه هي افكار محمد بن عبد الوهاب؟ هي افكار السلف الاسلامي إيه يعني من من ابن حنبل الى ابو حامد الغزالي الى ابن تيميه وابن القيم هي دي الافكار بتاعه محمد بن عبد الوهاب اللي اسس عليها ما تسمى الايديولوجيه الوهابيه او المذهب الوهابي او اي شيء اول حاجه من هي الافكار السلفيه الاسلاميه القديمه اقتصاد الغزو والنهب والسلب والسبي ده اول حاجة محمد بن عبد الوهاب كمان كان اكتر واحد اول واحد في العصر الحديث هو بقى عمل مبدا تكفير المسلمين كان بيكفر الشيعة كان كفر المسلمين المختلفين معاه فتكفير المسلمين وغير المسلمين ده افكار محمد بن عبد الوهاب توسيع مبدا التحريم يعني كل من ليس هو حلال فهو حرام كان عنده توسيع مبدا التحريم مش توسيع مبدا الحلال ليس كل ما هو حرام فهو حلال لا ليس كل ما هو حلال واضح فهو حرام ده توسيع مبدا التحريم. كان محمد بن عبد الوهاب من افكاره العداء لليهود والمسيحيين والشيعه. واخر فكره كبيره في عهد محمد بن عبد الوهاب الانغلاق على الذات ومعاداه الحضاره الحديثه وكل منتجاتها، زي ما قلت ان هي ده امتداد للتيار السلفي الكلاسيكي في الاسلام. دي افكار الايديولوجيه الوهابيه اللي ربطت السعوديه اللي هي ال ال الامام والشيخ الامام والشيخ واللي استمرت زي ما قلنا من 277 سنه طب انا قلت ان في حاجه تانية اسمها الخلافه الوهابيه ايه الخلافه الوهابيه؟ إيه الخلافه الوهابيه؟ احنا عارفين ان الخلافه الاسلاميه ان في دوله اسلاميه كبرى مركزيه هي تقود المسلمين تسيطر على المسلمين اولا تخضع المسلمين ثم تكون جيش اسلامي كبير تغزو به الغزو للغزو غزو توسعي ده الخلافه الاسلاميه من الخلافه ما تسمى الخلافه الراشده الى ما تسمى الخلافه العثمانيه هذا هو نمط الخلافه الاسلاميه. سقطت الخلافه الاسلاميه سنه 1924 ولا توجد دوله مركزيه قويه يمكن ان تخضع المسلمين كلهم وتغيرت العصر وتغيرت رؤيه العالم للخلافه، العالم لن يسمح بقيام خلافه اسلاميه اخرى بعد اللي حصل من التخريب من العثمانيين 400 سنه ومن ثم طلعت خلافة من نوع جديد ايه هي الخلافة اللي من نوع جديد انا سميتها الخلافة الوهابية والخلافة الوهابية قايمة على احنا قلنا ان الدولة السعودية قايمة على حاجتين الأيديولوجية الوهابية وحكم على سعود الخلافة الوهابية هي قايمة على حاجتين برضو الاسلامية الدولية اللي هي اسلامة العالم والحاجة التانية الارهاب الدولي لان ما عندهمش جيش الاولانية كان الزراع العسكري هو الجيش الزراع العسكري للخلافه هو الجيش الكبير اللي كونته المسلمين ما عندهمش جيش فاصبح الزراع العسكري للخلافه الوهابيه هو الارهاب الدولي يبقى الاسلاميه الدوليه والارهاب الدولي انا بارخ للخلافة الوهابية بسنة 1963 على بوجود فيصل فيصل ده هو حفيد ابن عبد الوهاب وابن آل يعني حفيد آل عبد الوهاب وآل سعود يعني ابن عبد العزيز آل سعود 1963 تأسيس رابطة العالم الإسلامي وتولي فيصل المهمة الحكم الأساسية منذ هذا الوقت ممكن 1963 بأرخ له بان هو بدايه الخلافه الوهابيه. طيب ايه هي الملك فيصل عاوز يعمل خلافه وهابيه؟ الخلافه الوهابيه قلت قائمه على الاسلاميه الدوليه او أسلامة العالم وقائمه على الارهاب الدولي. ايه الاسلاميه الدوليه؟ لازم يعمل امميه اسلاميه. زي ما في امميه امم متحده وبنك دولي وكلام زي كده الملك فيصل عمل امميه اسلاميه سنه 63 كما قلت اسس رابطه العالم الاسلامي وبعدين سنه 72 اسسوا منظمه الندوه العالميه للشباب 500 فرع في العالم عشان يحولوا الشباب المسلم في العالم كله الى الوهبيه وبعد كده منظمه المؤتمر الاسلامي سنه 75 وبعدين عملوا منظمات زي الغاسل الغربيه عملوا منظمه الغاسل الاسلاميه ومنظمه الحرمين ومنظمه البر الاسلامي عملوا منظمه العلوم والفنون الاسلاميه اسيسكو زي اليونسكو على اساس زي اليونسكو عشان البنك الدولي والبتاع البنك الدولي صندوق النقد عملوا دار المال الاسلامي والبنوك الاسلاميه عملوا دعموا المسلمين المنظمه العالميه لمناصره البوسنه المنظمه العالميه لمناصره انتفاضه الاقصى وكل هذا عشان المنظمات القانون الدولي عملوا اكاديميه القانون الاسلامي زي اكاديميه القانون الدولي في جنيف على غرار نوبل جائزه نوبل عامله جائزه الملك فيصل لخدمه الاسلام لخدمه الاسلام اول واحد فاز بجائزه الملك فيصل لخدمه الاسلام هو ابو الاعلى المودودي المتطرف الباكستاني الخطير اللي هو ابو الاعلى المودودي مؤسس الجماعه الاسلاميه في باكستان مين منها تاني فاز بجائزه الملك فيصل لخدمه دي خدمه الاسلام هو خدمه التطرف الحقيقه هو خدمه التطرف هو ابو الاعلى المودودي خدم الاسلام ولا خدم التطرف الاسلامي والمنظر الاكبر للتطرف الاسلامي وللجماعات الإسلامية فاز بها كمان عبد رب الرسول سياب بتاع أفغانستان هو وحكمة يارج اللي كانوا بتوع السعودية في, 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 أفغانستان فاز بيها كمان الازهر كمؤسسه بتنشر التطرف وشيخه الشيخ كانوا ما بيحبوش الشيخ طنطاوي لكن الدول الشيخ احمد احمد الطيب والازهر بتاعه عشان الازهر فاز بيها واحد متطرف تاني اردوغان قبل ما يختلفوا معاه يعني بمعنى اصح ان الاسلاميه الدوليه كانت جائزه الملك فيصل هي مش نوبل للسلام هي نوبل لنشر التطرف هي مش نوبل يعني ممكن تسميها جائزه نشر التطرف يعني كمان الـ 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 من ضمن الاسلاميه الدوليه وزعوا 8000 داعيه وهابي في حوالي 200 سفاره سعوديه حول العالم يعني كل سفاره سعوديه في العالم فيها قسم الشؤون الدينيه في حوالي 40 الى 50 داعيه وهابي في كل سفاره سعوديه حول العالم 8000 داعية وزعوهم حول العالم مولوا طبعا أقسام الدراسات العربية والإسلامية في أغلب الجماعة كتير قوي من الجامعات أغلب أقسام الدراسات العربية والإسلامية تمويلها سعوديا عشان تنشر الأفكار السلفية والوهابية بنى مع عشرات الالاف من المساجد في كل انحاء عشرات الالاف من المساجد والمدارس في باكستان بس بنى مع الف مدرسه نص مساجد امريكا بنتها السعوديه باموال السعوديه والاف من المعاهد الازهريه في مصر تم بنائها بتمويل من السعودية عشان يتوسع الأزهر في أوروبا وفي أمريكا وفي أفغانستان وفي مصر وفي إندونيسيا وفي كل الدول سواء غربية أو نشرت السعودية المدارس الإسلامية والمساجد تمويل الدفاع عن الإسلام والإعجاز العلمي للإسلام وتحويل المسيحيين في العالم إلى, إلى إسلاميين باختصار شديد دي أسلمت العالم وكمان تحولت السعوديه إلى الراعي الأول للإرهاب في العالم، الراعي الأول. حتى أصبحت مفاتيح الإرهاب الإسلامي عالمياً في يد السعوديه. ده عشان أنا بقول لكم ليه احنا كنا بننتقد السعوديه ليه؟ واحنا ليه سعداء بالتغيرات اللي بتحصل في السعوديه؟ وليه قلت لكم الخلافه الوهابيه دلوقتي ليه؟ علشان احنا مش كنا بننتقد السعوديه من فراغ، احنا كنا بننتقد السعوديه لكن كانت دوله الراعي الأول للتطرف الإسلامي عالمياً. الممول الاول للتطرف الاسلامي عالميا، مئات المليارات، مئات المليارات من اموال البترول تم ضخها في التطرف الاسلامي بكل اشكاله وابعاده على مستوى العالم. ولهذا بتتغير نظرتنا للسعوديه في السنوات الاخيره بشكل ايجابي لان بدأوا تنكمش وهنقول ليه انكمشت، ده بيقودنا الى اهم ما جاء في حديث ابن سليمان محمد بن سليمان محمد بن سليمان زي ما قلت في يوم 27 ابريل عمل حديث مطول ساعه و26 دقيقه، ساعه كامله ركز فيها على الاصلاح الاقتصادي وخطته اللي هي بيسميها 20 30 للمستقبل، وده جيد ان هو يركز ثلاث ارباع الوقت للكلام عن الاصلاح الاقتصادي لان هو الاهم بالنسبه للمواطن. وال 26 دقيقه الباقيه اتكلم فيها عن العلاقات الاقليميه مع الحوثيين في اليمن ومع ايران. اتكلم فيها عن العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه والعالم، واتكلم فيها على الاصلاح الاسلامي. دول انا مش علق كتير عن رؤيته الاقتصاديه، كنت شايف انها متفائله اكتر من اللازم في مسائل زي مثلا 2030 هيكون عنده مليون 100 مليون سائح يزور السعوديه، هذا صعب قوي قوي يعني وان هو البترول سيظل الطلب مرتفعا على البترول حتى سنه 2040 لا اتفق معه في هذا ولكن اتفق معه انه عنده رؤيه للمستقبل انه هو طموح انه هو عاوز يغير بلده ان هو زي ما بيقولوا صوب هدفك نحو القمر لعله يصيب قمة الجبل حط سقف كويس عالي ممكن توصل لأقل منه لكن يبقى على الأقل بتفكر المستقبل فأنا يعني مبسوط من الرؤية للمستقبل حتى لو كنت اختلف معاه في حاجات كمان فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالولايات المتحدة سيادة الدول واتكلم عن سيادة الدول هي ومساق الأمم المتحدة وأن الدول ما تدخلش في شؤون التانية طب وهو مش عاوز حد يتدخل في شؤون بلده طب هو تدخل في شؤون اليمن تدخل في شؤون البحر البحرين تدخل في شؤون لبنان، تدخل في شؤون العراق، تدخل... السعوديه تدخلت في شؤون افغانستان، تدخلوا في شؤون باكستان، تدخلوا في شؤون دول كثيره جدا في العالم، يعني مبدا سياده الدول اللي اتكلم عنه هو لم يطب لم يطبقوه في السعوديه بل تدخلوا في شؤون دول كثيره، ولكن كل هذا دعه جانبا الان لان هذه التفاصيل تتعلق بمجرات ما يهمنا المساله الدينيه، الاصلاح الديني، ما يهمني في هذه الحلقه الاصلاح الديني عشان كده قلت تاريخ الوهبية مع آل سعود ثم تاريخ الخلافة الوهابية ونأتي إلى ما جاء في في حديث ابن سليمان إيه أهم ما جاء في حديث ابن سليمان في الدقائق الذي اللي تحدث فيها عن الإصلاح الديني إيه أهم ما جاء فيه لأن كلام يعتبر انقلاب تماما على الوهبية انقلاب تماما على السلفية انقلاب تماما على تاريخ السعودية مع الوهبيين 277 سنة كما قلت قال ايه دستورنا هو القران ونحن كحكومه وملك ملتزمون بتطبيق القران بشكل او باخر طبعا السعوديه ما فيهاش دستور فدستورهم هو القران فهو قال حقيقه ما يقدروش يلغوا دستورهم هو القران يعني يعني دي انا انا اخدها مش اخدها بمحمل سلبي انا اخدها بمحمل ايجابي ان احنا مسلمين يعني بيقدم نفسه يعني احنا مش هنخرج مش من الاسلام ولا ولا انا عن الاسلام يعني احنا مسلمين لكن لكن فيما فيما خلاف ذلك اغلب ما جاء ايجابيا، لا يجب ان اطرح عقوبه شرعيه الا بنص قراني واضح. يعني اولا هو عمل حاجتين ان ما فيش عقوبه الا بنص قراني واضح والا بتفسير معتدل. يعني الحديث بتاعه ده يعني فهم منه حاجتين اساسيتين ان العقوبه ليست الا بنص قراني وبتفسير معتدل للقران. ده دي تعتبر في العالم الاسلامي انا بعتبرها نقله كبيره جدا يعني مثلا حكم الرده مثلا ما هو ده بناء على حديث هو هو رفضه ابن سلمان من احاديث الاحاد هل هي هل هيلغوا تماما الرده في السعوديه؟ هل كلامه معناه انه ان لا عقوبه على الارتداد في السعوديه؟ ما هو الواقع في التطبيق هو المشكله، الواقع في التطبيق، لكن نظريا كلامه يقول ان ما فيش رده في, في الاسلام وما عقوبه رده في الـ في, الـ في الـ بناء على احاديث. طيب بيقول نحن غير ملتزمون بتصنيف البخاري ومسلم طبعا البخاري ومسلم دول اكبر كتابين مقدسين في العالم الاسلامي فيما يتعلق بالاحاديث اللي هم بيصنفوا الحديث بيقول ان بيصنفوا الحديث الى حديث صحيح وجيد وضعيف لكن احنا عندنا تصنيف تاني اهم اللي هو حديث متواتر وحديث احاد وحديث خبر وقال احاديث الاحاد غير ملزمة لنا الا اذا اقترنت بنصوص شرعية واضحة ومصلحة دنيوية واضحة يعني نصوص كل أحاديث الأحد دي احنا مش ملتزمين بها إلا بشرطين إن تكون مقترنة بنصوص شرعية واضحة واضحة ومصلحة دنيوية واضحة دي الأهم مصلحة دنيوية واضحة ودي نقلة رهيبة جدا أما أحاديث الخبر فغير ملتزمين بها لا نأخذ بها يبقى وفقا لكلام الفقهاء اللي عارفين يبقى لغة اغلب الاحاديث اغلب السنه يعني اسقط حجيه السنه تقريبا اسقط حجيه السنه وحصرها في حاجه صغيره اذا التزم انا بتكلم الكلام النظري اللي قاله اذا التزم او اذا كان هذا كلامه قابل للتطبيق نتكلم كلام دلوقتي بنحل الكلام نظريا وفقا لمقاله وفقا لمقاله هو اسقط اغلب حجيه السنه اسقطها كمان أسقط الوهابية لا يوجد شخص واحد ولا مدرسة فكرية واحدة يجب أن يقتصر عليها تفسير الإسلام ولا يجب مفيش مفيش مدرسة ولو في مدرسة أو شخص إحنا مستندين عليه بس معناه تأليه البشر يعني إحنا كأننا بنقله كله ده رمي على محمد بن عبد الوهاب وعلى الوهابية يعني مدرسة الوهابية ومدرسة الفكرية ليست المدرسة الحكر هي كانت المدرسة الحكر يعني يعني مونوبولي يعني احت احتكار منوبلي لتفسير الاسلام في السعوديه هو المذهب الوهابي هم اللي بيفسروا كل شيء دلوقتي بيقول لك لا احنا مش ملتزمين بمدرسه معينه ولا و ولا بتفسير معين الاسلام الاسلام واسع والتفسير مستمر وواسع والاجتهاد مستمر مدى الحياه يعني اسقط فكره ان الوهابيه هي تحتكر تحتكر تفسير الاسلام وقال لا يجب ان تستند العقوبات والقوانين الى تفسيرات دينيه عفى عليها الزمن يعني احنا عاوزين العقوبات تستند الى تفسير معاصر للحياه الدنيويه مش التفسيرات القديمه يعني معناها الفقه القديم كله اشطب عليه الا ما يتناسب مع العصر اشطب على الفقه الفقه القديم وقال وقال لا عقوبه على شان ديني الا بنص قراني واضح ومثل ما طبقها الرسول ومثل ما طبق الرسول طيب انا مش هجادل في ما طبق الرسول لكن انا هجادل في حاجه واحده بس لان ده فيه كلام كتير هو في حاجة واحدة بس لما جاب مثال على تطبيق الرسول جاب ان الرسول بيلتسم جاب مثال هو التيسير في تطبيق الاحكام والتماس الاعذار قال يعني واحدة زنت وجات للرسول قال لها تب ما تفتكري ادها اعذار ثلاث مرات عشان تنكر انها زنت وبالتالي قال يعني بما معناه ان حتى النصوص الدينيه الشان الديني لا عقوبه على شان ديني الا بتفسيره والا بنص قراني واضح ومثل ما طبق الرسول وعندما شرح ما طبق الرسول جاب الميسر الميسر جدا التيسير والاعذار ده نقله كبيره جدا جدا ان هو التفسيرات المتشدده والنصوص المتشدده هو بيقول يعني غير ملزمه ملزمه لنا بيقول كلام مهم كمان لا يمكننا التقدم مع وجود الفكر المتطرف في المملكة لأن هذا سيعوق النمو الاقتصادي والتنمية والسياحة يعني الفكر المتطرف بتاع ابن عبد الوهاب والانغلاق والمعادات العالم كله ومعادات الحداثة ما يلزمناش يجب أن نستأصل هذا الفكر المتطرف لمصلحة دنيوية وطبعا كمل وقال ولا مصلحة دينية لأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام بس هو الأساس إن لمصلحة دنيوية لازم عشان بلدنا تتقدم لازم نسجي ده وقال الهوية المنغلقة ضعيفة ولا تستحق التمسك بها لما سألوا عن الهوية قال الهوية المنغلقة ضعيفة إن الهوية بتاعتنا ممكن تتأثر قال الهوية المنغلقة اللي لو, لو, لو ضعيفة ولا يمكن التمسك بها لو هي تتأثر وتزوب يبقى ما تستحقش التمسك بها قال كلام حلو تاني مهم جملة مهمة، قال أي شخص يتبنى منهج متطرف حتى ولو لو لم يكن إرهابيا، يعني لو ما ارتكبش جريمة بمجرد الفكر الإرهابي فهو مجرم. يعني احنا بنقول أدلنا سنين طويلة أن الإرهاب يبدأ فكرة، ولكن هنا بيقول هو أكد على كده ان تجريم الفكر الارهابي اذا اعتنقت فكر ارهابي فهو مجرم اذا اعتنقت مجرد نشرت فكر ارهابي فانت مجرم تقدم كبير جدا جدا وقال لن نضيع 30 عاما اخرى في التعامل مع الافكار المتطرفه وسنقضي على بقايا التطرف انا قلت ان هذه الافكار تعتبر نقله ضخمه جدا من السلفيه الى اصلاح اسلامي معتدل وتفسير اسلامي معتدل وتخلي عن الوهبية تخلي عن التشدد، تخلي عن التفسير المتشدد للنصوص، تخلي عن الانغلاق، تخلي عن الحديث مجمل الحديث معظم الحديث تخلى عنه، هذا ما جاء اي حد هيقول غير كده هو كده، انا ما بتكلمش هيطبقه ولا مش هيطبقه، هيقدر يطبقه ولا ما يقدرش يطبقه، وانا بقول ان صعب جدا تطبيقه صعب جدا تطبيق الكلام اللي قاله، لكن أنا بقول نظريا الكلام اللي قاله هو نقلة نوعية كبيرة جدا فيما يتعلق بالفكر الإسلامي في السعودية. طيب يهمنا بقى وده المهم جدا 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 تفسير اللي حصل، ليه عمل كده؟ ليه حصل انقلاب في السعودية؟ ليه الانقلاب ده اللي في السعودية؟ أنا هقول لكم الكلام الصح اللي مش هتسمعوه في أي حتة تانية. هو ده الكلام الصح، ليه تراجعت الوهابيه؟ ليه ال... دلوقتي الدنيا تتراجع وبياخد وبي... لورا لورا، بيرجع لورا بي... مش متمسك بالوهابيه اللي كانت قديلها 277 سنه في السعوديه. أول حاجة فشل الجولة الأخيرة من الصراع بين الإسلام والغرب، أنا قلت إن في ست جولات من الصراع بين الإسلام والغرب. الجولة الأولى بدأت من الإسلام بغزو العالم المسيحي. مع بداية الإسلام غزموا الدول المسيحية أغلبها شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكانوا يوصلوا لحدود أوروبا تلتين العالم المسيحي أسقطوا الإسلام مع أيام محمد والخلافة الأموية والعباسية ثلثي العالم المسيحي القديم دي أول هجمة من الإسلام جاءت الهجمة الثانية من المسيحية الأوروبية الحروب الصليبية اللي سنة يعني سنة 999 الحروب الصليبية الحروب الصليبية دي الهجمة المرتدة علشان ما يوصلش الغزو الإسلامي لأوروبا هجمة دفاعية علشان ما يوصلش لأوروبا وعلشان يستعيدوا أورشليم بعد كده جت هجمه من الاسلام 400 سنه اللي هي الغزو العثماني اللي ما تسمى الخلافه العثمانيه دي هجمه من الاسلام ووصلت الى حدود فيينا وكادت ان تسقط اوروبا كلها وكادت ان تسقط اوروبا كلها دي الجوله الثالثه من الصراع بين الغرب والاسلام رد عليها الغرب بالجوله الرابعه الجولة الرابعة جاءت من الاستعمار الغربي للدول الاسلامية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين استعمر الغرب خاصة فرنسا وانجلترا وايطاليا استعمروا واسبانيا معظم دول العالم الاسلامي ده الجولة الرابعة الجولة الخامسة هي جاءت الجولة الخامسة اللي الإرهاب الدولي، الهجمة جت من الإسلام، الإرهاب الدولي، وكانت قمته في إسقاط البرجين في 11 سبتمبر. الجولة الخامسة فشلت. خلاص عملوا كل اللي عندهم وبدا تقليص الارهاب الدولي، وبالتالي فشل الجوله الاخيره او يعني مش فشل او نهايه الجوله الاخيره لانها حققت دمار كبير في الغرب يعني مش سابت اثار فظيعه في اوروبا وامريكا جوله التطرف الاسلامي والاسلمه اللي هي الخلافه الوهابيه دي اللي انا قلت عليها الخلافه الوهابيه سابت اثار مدمرة في اوروبا وفي الولايات المتحدة الامريكية، سواء على المستوى الاقتصادي او على سواء تطرف المجتمعات وتطرف المسلمين هناك. لكن على الاقل شبه انتهت هذه الجولة بين ما بين الصراع بين الاسلام والغرب. طيب الحاجة الثانية سقوط الخلافة الوهبية، انا اعتبر الخلافة الوهبية سقطت. بدأت سنة 2001 بدأوا بقى يضغطوا عليها وبدأت تتوسع المسائل وهنشوف بدأ التطور تطور. تطور لحد ما الخلافه الوهابيه انتهت، انا بعتبر ما تسمى الخلافه الوهابيه انتهت، فسقطت الخلافه الوهابيه، سقطت جناحي الاسلمه وسقط جناح الارهاب الدولي. طيب، الحاجه الثالثه صحوه امريكا والغرب، انا قلت ان بعد 11 سبتمبر بدات امريكا تصحى تدريجيا لحد ما وصل ان الكونجرس عمل قانون بالاجماع اللي هو قانون المساءله ضد رعاة الارهاب وهنا بدات حط السعوديه تحت المساءله، تحت المساءله. وجه ترامب قال لهم مفيش حل يا اما هالقانون ده هيتطبق يا اما تتغيروا يا اما تتغيروا فده كان سبب مهم في التغيرات اللي بتحصل في السعوديه. كمان التطرف تصاعد التطرف في بلد زي فرنسا وبداوا الوعي في فرنسا وفي النمسا وفي دول اخرى اوروبيه وعي بالتطرف الاسلامي وشبكات التطرف الاسلامي وبداوا يحصروها ده كمان سبب. السبب الرابع الكبير تصاعد خطر الاسلام السياسي على النظام السعودي نفسه بعد ما ت... ما, يسا... ما الاسلام السياسي بعد الربيع العربي خلاص الاسلام السياسي بقى عاوز يسقط السعوديه وعاوز يسقط الامارات فس... فبدا خطر التطرف الاسلامي والاسلام السياسي اللي هو كانوا بيصدروه اللي هم شاركوا في صنعه عالميا بدا يبقى خطر عليهم هم عاوز يسقط انظمتهم هم وده مهم كمان للتغيرات في السعوديه والسبب الخامس والاخير فيما آ... آ... تفسير ما يحدث في السعوديه التطلع للنموذج الاماراتي محمد بن سليمان بيتطلع للنموذج الاماراتي ولقى ان الامارات بتحقق نجاحات كبيره حتى على مستوى النفوذ السياسي وحتى على ومش ممكن الامارات تحقق هذا النجاحات المتواصله الا بالانفتاح على العالم وان في قدر من ما من الحريات المدنيه قدر ما مش الحريات السياسيه الحريات المدنيه الفرديه بقدر ما وأن محمد بن سليمان لقى أن إذا كنت عاوز أبقى زي الإمارات لازم أخفف الحمولة الدينية في الدولة بتاعتي، لازم أخففها فبالتالي وبتأثير برضو من محمد بن زايد عليه فبدا ياخذ برضه هذه الاجراءات اذا اضفنا بعد ذلك الصراع العائلي وان هناك الجناح الذي يعاديه الذي يعادي محمد بن سليمان في العيله هو الجناح المتشدد في عائله ال سعود فهو بيستقوي بالشعب السعودي في مواجهه جناح متشدد في العائله السعوديه هذا هو تفسيري لاسباب ما يحدث في السعوديه نيجي كمان يقودنا ذلك إلى شيخ الأزهر، الأزهر وشيخ الأزهر اللي هو أحمد الطيب. أنا قلت إن عين الوهابيين على الأزهر من سنة 1818 لأن إبراهيم باشا اصطحب علماء الأزهر معاه في حملته لإسقاط الدولة السعودية الأولى لأن أراحوا عشان يكفروا الوهابيين زي ما الوهابيين كانوا بيكفروهم، فهم راحوا مع ومن الوقت ده بدأت الدولة السعودية تحط عينها على الأزهر. حبت تعمل بديل لجامعة الأزهر عملت أسست جامعة المدينة المنورة وحطت واحد متطرف جدا فيها كرئيس لهذه أول رئيس لهذه الجامعة أبو الأعلى المودودي مؤسس الجامعة الإسلامية في باكستان هو أول رئيس لجامعة المدينة المنورة ما هو ده جزء من تأسيس الخلافة الوهابية بعد كده من أيام الشيخ الأزهر اسمه عبد الحليم محمود هذا كان شيخ أزهر متطرف جداً من وقتها بقى سيطرة الوهابيه على الازهر سيطره كامله عن طريق التمويل وعن طريق النفوذ وعن طريق الافكار لدرجه ان ولاء شيخ الازهر بيعتبر رئيسه ملك السعوديه وليس رئيس مصر عمليا بيعتبر رئيسه ولي نعمته ولي هو ملك السعوديه وليس رئيس مصر ومن وقتها ولحد هذه الان شفنا احنا أحمد الشيخ أحمد الطيب اللي منحوه جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، شفنا أحمد الطيب لا يستجيب لأي دعوات يطلبها الرئيس المصري الرئيس السيسي، وشفنا قد إيه تنمر على رئيس جامعة القاهرة لما قال له الإصلاح والتجديد، قال له ده التجديد ده في بيت أبوك مش في التراث، التجديد ده في بيت أبيك، طيب، طب هل هو كان رد فعله على كلام محمد بن سلمان زي ما, ما أهان رئيس جامعة القاهرة؟ هو اهان رئيس جامعة القاهرة تقريبا، طب عمل ايه مع ابن سليمان؟ مع ابن سليمان الوضع اختلف تماما، مع ابن سليمان طلع بعديها تاني يوم بحلقة قال انا هتشوفوا دلوقتي على الشاشة بعض التوتات اللي عملها شيخ الأزهر بيقول إن احنا مش متمسكين بالفقه المنغلق وإن في تجديد وإن الكلام اللي كان شيخ الأزهر كله بينفيه ويحاربه ويحاربه شيخ الأزهر تراجع لما محمد ابن سليمان قال الكلام ده بس يظل الازهر مؤسسه ساهم الوهابيون في تطرفها ولكنها اصبحت اكثر وهابيه من الوهابيين نفسهم بل وتزايد على الوهابيين في الوقت اللي ان الوهابيين بيتخلوا عن البخاري في الازهر مؤسسين حديثا مركز البخاري للتراث مركز البخاري للتراث ويطلع واحد زي عبد الله رشدي من الازهري ومتحدث باسم الصوت الصوت الازهري المتبجح عبد الله رشدي ويقول ستظل السنه محفوظه طالما الازهر موجودا ستظل السنه مكرمه طالما الازهر موجودا بمعنى بما, بما معناه ان احنا موجودين حتى لو السعوديه تخلت عن عن السنه، على فكره انا كتبت مقال كبير جدا بالعربيه والانجليزيه على الشيخ احمد الطيب اسمه الوجه الاخر للقرضاوي قراءه في افكار الشيخ احمد الطيب وفي تفاصيل كامله 23 فكره رئيسيه متطرفه باثباتات بالصوت والصوره حطيتها في هذا المقال عن عن الشيخ احمد الطيب وكمان وكمان عملت حلقه مع رشيد الاخ رشيد اسمها شيخ الازهر متطرف او معتدل فيها تفاصيل كثيره عن الشيخ احمد الطيب. انا علشان ما اطولش كثير في هذه الحلقه هختم بعده اسئله سريعه. سؤال الاول من ابراهيم العابري هل ولي العهد السعودي يتقدم للنظام الايراني بالعصا والجزره؟ ولي العهد السعودي لما كانت في رئيس امريكي بيضرب في ايران وضرب اكبر راس في ايران اكبر راس متطرف في ايران قاسمي انهى وجوده وحصر ايران بعقوبات غير مسبوقه ساعتها كان ابن سليمان كان بيقول اني يعني انا ممكن استهدف ايران من الداخل وقال ان مثلث التطرف هو ايران وتركيا والجماعات الاسلاميه الآن تغيرت الأوضاع، محمد بن سليمان رجع، مفيش دلوقتي واحد رئيس في أمريكا بيمد إيدين لإيران، ولا مش زي الرئيس اللي قبلي. بايدن حاجة مختلفة تماما ورؤيته لإيران هي امتداد لرؤية أوباما وبالتالي الوضع مختلف رجع بقى محمد بن سليمان للفكر السعودي السياسي التقليدي إيه هو؟ اللي هو التهدئة مع استمرار العداء المكتوم في عداء بين الـ بين الخمينية والوهبية بين, بين الفكر الشيع والفكر السني استحالة يتقابلوا إلا في مناطق صغيرة جدا فيظل هذا العداء المكتوم ولكنه رجع ليه فكرة تهدئة اللي دولة آل سعود كانت بتحاول تعمله مع إيران سالم شاهين هل بدأت بوادر الدولة المدنية السعودية؟ لا لا بدري قوي نتكلم على الدولة المدنية السعودية، الآن هم بيشتغلوا في الجزء السلبي، يعني إزالة السلبيات، إزالة التطرف، العمل السلبي، اسمها المرحلة السلبية، لكن المرحلة الإيجابية إن ياخدوا بآليات الدولة المدنية لسه بدري، أما إنهم ياخدوا بآليات الدولة الديمقراطية الليبرالية فشبه مستحيل، لكن زي ما بقولت إن ده هم في المرحلة السلبية حاليًا بيحاولوا يسيطروا على التطرف الإسلامي. واتمنى لهم النجاح واتمنى انهم يكونوا جادين فعلا ولان الموضوع صعب جدا وده بيقودنا الى الى سؤال ثاني لجوزيف هل الغاء احاديث الاحاد يحل مشاكل الاسلام ام المشاكل في, في الباقي ايضا المشاكل في كل شيء ولكن انا زي ما قلت لما بينهزم الاسلام الدوله الاسلاميه لما بتنهزم الدوله الاسلاميه الجامحه الغازيه المتطرفه بيبدا الاسلام يرجع للشعائر بتاعته طول التاريخ الاسلامي يحصل حاله بيات لما بينها... انا قلت انهزموا في الدوله الجوله الاخيره الجوله الاخيره انهزموا الارهاب الدولي انهزم خلاص تراجع في الموضوع ده والعالم اصبح صاحي وحتى الدول اللي جايه زي الصين والهند دول عندهم مراره من الاسلام فمش هيسمحوا بعوده التطرف يعني حتى لو حصل تعدد قوة في موازين القوة وطلعت الهند بقى لها دور عالمي كبير وطلعت الصين وبقى لها دور عالمي كبير وطلعت روسيا وبقى لها دور عالمي كبير الثلاثة دول لهم مشاكل مع الإسلام تاريخية أكبر بكتير من مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية فلن يسمحوا بعودة التطرف الإسلامي أن يسيطر على العالم كما كان وبالتالي انتهت عندما يهزم الاسلام عندما تهزم الدوله الاسلاميه يرجعوا للدين يرجعوا للاسلام الشعائري للاسلام الخامل الشعائري وهم اتوقع في الفتره اللي جايه كده مش معناها ان حتى كمان لما بتكون مرحله الهدوء دي بيفسروا الاسلام تفسيرات يعني بسيطه كده تعبديه شعائريه واتمنى واتمنى وده في التاريخ الاسلامي يطلعوا ينزلوا يطلعوا ينزلوا يطلعوا ينزلوا, يطلعوا ينزلوا فهم في الفتره اللي جايه في مرحله نزول في مجموعة كبيرة من الناس هل سألوا سؤال هل محمد بن سلمان جاد أم مجرد بروباجندا تستلزمها الظروف للتخلص من خصومه؟ إحنا طبعًا ما أنا ما أقدرش مش هدخل في نوايا لكن أنا كما قلت أي تغير إيجابي نرحب به. أنا شايف في تغيرات إيجابية صغيرة كبيرة وات تقييمنا لها إيه؟ نظرية أم عملية أم على أرض الواقع هتطبق يعني أنا صعب جدًا الأفكار اللي قالها محمد بن سليمان في اخر في اخر حوار ده من الصعب جدا تطبيقها على بكل مشتملاتها على ارض الواقع، لكن على الاقل اي تغيير ايجابي ولو صغير فهو تغيير محمود، المهم الصعبه بالفعل حتى لو كان جاد بالفعل، حتى لو كان جاد فعلا فهل يستطيع؟ هو ده السؤال الاكبر، وخصومه وهل هيسمحوا له بالاستمرار؟ وهل الصراعات العالية هتستمر فين؟ وهتنتج عنها ايه؟ انا اتمنى له المشروع انه ينجح، انا اتمنى طول ما في عمل ايجابي سواء اقتصادي لصالح الناس السعوديين او اصلاحي ديني لصالح البشريه كلها لان الارهاب الاسلامي طال البشريه كلها ومن ثم طالما هذا موجود فانا اتمنى له انه ينجح، اتمنى لمحمد بن سلمان ينجح وإني وان ينفذ افكاره دي بالكامل، مش مجرد تبقى افكار نظريه. وفي سؤال مكرر تاني هل يمكن ان تستمر الدوله السعوديه بدون الوهبية؟ من الصعب جدا ان تستمر الدوله السعوديه التقليديه بدون الوهبية، لان الوهبية هي الصمغ وهو عبد العزيز ال سعود قال العروبه لا تصنع دوله، العروبه وحدها لا تصنع دوله، عبد العزيز ال سعود نفسه اللي هو اسس الدوله السعوديه الثالثه، قال العروبه وحدها لا ت... كان الكلام بي... كان بيحارب عبد الناصر، فقال العروبه وحدها لا لا تصنع الإنشاء دوله ووطن. ومن تم هو بيقول ان الايديولوجيه الدينيه مع العروبه هي اللي ممكن وده اللي هو دولته وبالتالي الدوله السعوديه التقليديه لا يمكن ان تستمر بدون الوهبيه ولكن هو ده السؤال هل يؤسس محمد ابن سليمان للدوله السعوديه الرابعه الدوله السعوديه الرابعه هنا ممكن اذا عاد تاسيس الدوله السعوديه على اسس جديده وعمل فصل بين الوهابيه والحكم يبقى محمد بن سليمان سيكون مؤسس للدوله السعوديه الرابعه هنا يمكن ان نستطيع ان نقول ممكن ويمكن ان ي... ممكن اذا اذا استحوذ على السلطات كلها ومشيت الظروف معاه بشكل جيد ممكن يعمل كده اتمنى ان تتغير السعوديه وان تتاسس دوله سعوديه رابعه على اسس حداثيه تتصالح مع الحداثه وتخاصم السلفيه والتطرف والماضي الآثم و... و وتعتذر عن اخطائها الكثيره طوال من 1963 لحد الان وتعتذر عن هذه الاخطاء و... وده كل امنياتي فبالتالي في خلاصه الكلام ان حوار محمد بن سليمان فيما يتعلق بالمساله الدينيه كان حوارا جيدا كان حوارا شجاعا ولكن يبقى السؤال هل سيستطيع ان يطبق كل هذه الافكار هل يستطيع أن يطبق كل هذه الأفكار؟ إذا استطاع تطبيق هذه الأفكار ستقوم نقلة نوعية كبيرة فيما يتعلق بلملمة وتحجيم التطرف الإسلامي عالميا أشكركم وألقاكم في حلقة جديدة مع مجدي خليل